بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في السيشن ده راح نتكلم عن الباسورد ريكوايرد. الباسورد ريكوايرد واحد من ضمن الخانات اللي بنشوفها في الفورمز كتيرة جدا يا جماعة. أنا اختصارا الوقت عملت الرو بتاعي وعملت الليبل ورحت كاتب في انتر يور باسورد، تمام، انبوت من نوع تكست البليس هولدر، هحاول امثل على باسورد معينه، هحاول فيها اقول له والله حاول تحط حروف كابيتال وتحط رموز وتحط حروف سمول وتحط فيها لتر مثلا، ده مجرد مثال. داتا ديسكرايب دواي ربطتها بنص موجود من تحت كتبت فيه ذيس از كونسيست اوف نمبرز وليتر وسيمبلز براحتك خالص، وقلت له دي ريكوايرد، ده الشرط بتاعي، في حاله ان الشرط ده مش موجود عملت سبان ايرور اي ام ريكوايرد. متفقين؟ بقت نقطه وسهله وجميله وما فيهاش مشاكل في الحاله دي. لو انا عملت كنترول اس ورحت للفورم بتاعي بريلود ورحت جيت ادي النص بتاعي، لو حاولت اكتب فيه اي حاجه راح يستقبلها عادي بالتاب، لو انا حاولت اسيبه فاضي هيجيب لي اي ام ريكوايرد. تمام كده الفورم بتاعي بيأدي بشكل جميل. الشاهد معايا في السيناريو ان الباسورد امر حساس، ولان هو امر حساس فممكن اليوزر يكتبه مره غلط فمره مش راح تنفع، علشان كده بنشوف في الفورمز بشكل كتير جدا ان هم بيكرروا الباسورد مره وتحت منها كمان مرة تانية بيقول لك re-enter your password، فلربما تكون لما كتبتها مرة واحدة مثلا الكيبورد بتاعتك جت على حرف غلط وكتبت حرف ما كنتش تقصده، ففي الحالة دي الباسورد اللي حضرتك كتبتها دايركتلي راح تتسجل على الداتابيس. ففي حالة ان حضرتك كتبت حرف غلط في بالك ان انت كتبته حرف تاني، لما تيجي تعمل لوجن بالحرف اللي في بالك واللي مش هو موجود في الداتابيس بالتالي مش راح تعمل لوجن بشكل صحيح، هتحتاج بقى تعمل ريسيت للباسورد ورسائل فيريفيكيشن على الميل والمشكلة دي. علشان كده بيحاولوا يكرروا الباسورد مرة تاني ويقولوا لك ري انتر للباسورد باستثناء فيسبوك اللي بيكتب ري انتر للميل لسبب تاني خالص. فاحنا هنحاول ننشط نفس الابيليتي ري انتر للباسورد بتاعك. وفي ري انتر للباسورد بتاعك انا المفروض اعمل سنس اوف كونكشن ما بين الاثنين اكزاكتلي، هروح استخدم الخاصيه اي دي لان ديت هتكون الرول بتاع التحقق من الصحه بتاعي، هستخدم اي دي فوق يا جماعه واقول له والله الاي دي ده عباره عن باسورد. متفقين؟ جميل جدا. النقطة الثانية ري انتر للباسورد انبوت زي ما انا عايز، والهيلب تكست بتاعي هسيب كل حاجة زي ما هي باستثناء النص النص الخطأ. نص الخطأ في الحالة الثانية المفروض الرول بتاعت التحقق من الصحة، الرول اللي انا عاملها علشانها الفورم الثاني او الانبوت الثاني ان الباسورد الاثنين يكونوا زي بعض، فالرول بتاعت التحقق من الصحه في حاله انا لسه ما كتبتش الشرط على فكره، هقول له المفروض هقول له مثلا باسورد، هقول له مثلا ماست ماتش، المفروض يكونوا الاثنين زي بعض يعني، تمام، وباسورد ماتش. اوكي تمام. طيب انا عندي ريكوايرد، انا هسيب ريكوايرد. النقطه الثانيه ديت الرول بتاعي، انا في حاله الريكوايرد ديت مطلوبه فمش راح يسيبها فاضيه. النقطه الثانيه بقى كانت خاصه بانها تتساوى مع الانبوت اللي راح ادخله فوق، وده السبب ان انا كتبت علشان الاي دي عشان استخدم داتا ايكوال تو. ولا انا عملت يساوي وفي داتا ايكوال تو المفروض انسخ الاي دي اللي انا كتبته فوق علشان اعمل ده الارتباط ما بين الجزئين دول من الفورم. فانا عملت كنترول اس يا شباب ورحت للفورم بتاعي وعملت ريلود، الاقي اني ادي الباسورد بتاعي لو انا كتبتها مثلا مره سي ده جانب. انا اسف جدا انا عندي مشكله كبيره في ان اساسا الباسورد كده ظهر، فانا المفروض ان الانبوت بتاعي يكون من نوع باسورد، اسف جدا. تمام ادي كنترول اس ارجع الفورم بتاعي بريفريش. لو انا جيت اكتب مثلا الباسورد مره ورحت جيت كتبتها بشكل مخالف المره اللي جايه وعملت تاب هيقول لي لا الباسورد المفروض يكونوا الاثنين ماتش. ديت كان الجانب ده. لو انا جيت اكتب لو انا جيت اسيبها فاضيه هيقول لي لا الباسورد ما تتسابش فاضيه، فبالتالي بالضروره ان الثانيه هتعتبر فيها مشكله. ديت طبعا دي التبعيه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.